تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تقدمت فيها سموها إلى مقام جلالته السامي بأطيب التهاني وأخلصها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية وقالت صاحبة السمو حفظها الله في البرقية يحدون الفخر في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نبارك لجلالة الملك المعظم رعاه الله ما تشهده مملكه البحرين من نهضه تنمويه شامله ومتكامله الاركان بتوفيق المولى وبفضل ما يتجسد على ارض الواقع من انجازات غير مسبوقه تجسد رؤيه جلالته لرفعه مملكتنا الشامخه بارثها ومجدها وثرائها الانساني لتكون كما يتمنى جلالته لها نموذجا رائدا وعصريا في البناء التنموي والتقدم الحضاري ويسهم في تحقيق ذلك وبكل اقتدار ابناؤها وبناتها الكرام فكل عام والبحرين تنعم بالخير والأمن والازدهار تحت راية قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة ورعايته السامية سائلة سموها الله تعالى يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته باليمن والبركات وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وطول العمر وقد بعث حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه شكر جوابيه الى صاحبه السمو الملكي قرينه جلالته رئيسه المجلس الاعلى للمراه أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز بتهنئة سموها بذكرى العيد الوطني المجيد وما صاحبه من مناسبات وطنية وسعادته بما تضمنته هذه التهنئة الكريمة من معاني الوفاء لقيمنا الوطنية الثابتة في سبيل أن تكون مملكة البحرين على الدوام عنوانا للازدهار والنماء ورمزا للمحبة والاخاء وواحة للاستقرار والسلام. وان تعود هذه الاعياد على بلدنا العزيز وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء واليمن والبركات وأشاد جلالته رعاه الله بهذه المناسبة السعيدة بما تحقق من إنجازات حضارية كبيرة في كافة المجالات وبدور صاحبة السمو وإسهاماتها الوطنية الكبيرة من خلال قيادة سموها للمجلس الأعلى للمرأة وعمل سموها الدؤوب لتعزيز مكانتها ودورها في بناء واستقرار الأسرة البحرينية وتحقيق تطلعاتها في مسيرة العمل الوطني في سبيل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات المشرفة. وقال جلالته: ولا ننسى ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية أن نقف إجلالاً ووفاءً لذكرى شهداء الواجب خلدهم الله في جنات النعيم بما قدموا من تضحيات مسطرة في ساحات الشرف والفداء دفاعاً عن وطنهم وأمتهم. سائلاً جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات الوطنية العزيزة على سموها وعلى شعب البحرين الوفي بالمزيد من الخير واليمن والبركات.